مرحبا بك أستاذ أحمد أبو فؤاد معنا في موقع نواة. شكرا. أول سؤال بإيجاز إن أمكن، اليوم بعد انتكاسة هذا ما يسمى بالربيع العربي إلى حد وصفه البعض بالخريف إلى آخره، كيف تقيمون وضع القضية الفلسطينية؟ ما في شك أنه هذا الوضع الذي يعيشه الوطن العربي وشعبنا العربي في الأقطار العربية المختلفة أثره سلبي جدا على القضية الفلسطينية، لأنه نحن نعتقد أن ما يحصل الآن أدى إلى تراجع الاهتمام الشعبي والرسمي العربي بالقضية الفلسطينية، لأنه غالبية أبناء الأقطار العربية التي تعيش أزمة داخلية الآن منشغلين بهمومهم الداخلية وليس بالقضية الفلسطينية أو بحقوق الشعب الفلسطيني. وأيضا هذه ستترك آثار سلبية لفترة طويلة من الوقت، على اعتبار أن العدو سيحاول أن يستفيد منها، والإدارة الأمريكية ستجير كثير من نتائج هذه الأزمات الداخلية لمصلحة الكيان الصهيوني. لذلك بالتقييم العام أنا أرى أن هناك أثرا سلبيا ظهر بشكل واضح عندما وقع العدوان الكبير على غزة، وحيث أن الجماهير العربية لم تتحرك والميادين العربية لم نشهد فيها حراك شعبي مؤيد للقضية الفلسطينية ومناصر للشعب الفلسطيني، مع الأسف الشديد هذا وضع صعب معقد في البلدان العربية حتى المحاذية يعني لفلسطين، وبالتالي قد يطول هذا الأمر. الفترة اللي عشناها منذ اتفاقات أوسلو حتى يومنا هذا كانت فترة نقاشات داخلية حادة بين وجهتي نظر، وجهة نظر تمثلها السلطة والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير، والتي خلاصتها أنه في كل الحالات وفي كل الظروف ليس أمامنا خيار إلا المفاوضات، في حين أن وجهة النظر الثانية التي نمثلها نحن كجبهة شعبية ومعنا فصائل يعني عديدة أخرى، ونحن نرى أن غالبية شعبنا أيضا معنا، توصل إلى نتيجة أن اتفاقات أوسلو كانت مضرة بالقضية الفلسطينية، وليس كما يعتقد الفريق الآخر بالساحة الفلسطينية أن لها فوائد أو أن لها جوانب إيجابية. لمس الجميع بعد يعني مرور أكثر من 20 عام أن اتفاقات أوسلو وما عقبها من اتفاقات كانت مضرة وأصابت القضية الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني بضرر كبير، خاصة الاتفاقيات الاقتصادية التي سميت باتفاقيات باريس الاقتصادية، وأيضا التنسيق الأمني وما ترتب على التنسيق الأمني، ثم ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد العدو الصهيوني، وهذا شيء لم يحصل حقيقة في تاريخ حركات التحرر إلا بتجربتنا نحن. لذلك قسم لا بأس به من القوى والفصائل التي كانت متحمسة للمفاوضات في كل الحالات وفي كل الظروف تراجعت نتيجة يعني التعنت الإسرائيلي ونتيجة ما تقوم به إسرائيل على الأرض من مصادرة أراضي ومحاولة يعني تهويد القدس إلى آخره، والشروط القاسية التي لم يستطع حتى المفاوضين أن يقبلوا بها أو يوافقوا عليها، بما في ذلك يعني طرح موضوع يهودية الدولة وعلى الفلسطينيين أن يعترفوا بأن هذه دولة لليهود، وهذه يعني كارثة لو يعني وافق عليها أي طرف فلسطيني. لذلك أنا في رأيي أن البعض لا زال يراهن على المفاوضات عندما يتم ذلك بتفاهم نسبي يعني مع الولايات المتحدة، في حين نحن نرى أنه لا فائدة على الإطلاق من المفاوضات، وملف القضية الفلسطينية يجب أن نذهب به إلى هيئة الأمم ونطلب من هيئة الأمم والمؤسسات الدولية أن تطبق القرارات ذات الصلة ولا نتفاوض عليها، وهناك قرارات واضحة تمام الوضوح يجب أن يتم تنفيذها
وليس يعني بقاها بالأدراج بدون تنفيذ، لأنه الولايات المتحدة لا تريد ذلك. قسم من هذه القرارات مضى عليها 67 عام مثل حق العودة قرار 194، وقسم من هذه القرارات مضى عليه يعني ما يقرب 50 عام الآن، ولغاية الآن لم ينفذ منه شيء. هكذا نرى أنه يجب أن نذهب يعني للمؤسسات الدولية، ونذهب ل أيضا يعني المؤسسات جرائم الحرب والمحاكم الجنايات لمحاكم ليحاكم جرائم المجرمين الحرب. لازلنا نعتقد ذلك، وفي مؤتمرنا الوطني السابع الذي انعقد في العام الماضي تم تثبيت هذه النقطة في البرنامج السياسي المقر من قبل المؤتمر، ونصا أن الهدف الاستراتيجي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني. وهذا لا يلغي الحقيقة أن نتعاطى مع البرنامج المرحلي الذي يتحدث عن إقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لكن هذه في رأينا نحن أنها يعني مهمة كفاحية نناضل من أجل تحقيقها، ولكننا نصر على أننا جيل بعد جيل يجب أن نستكمل النضال حتى نحرر كامل التراب الوطني الفلسطيني، لأنه على الإطلاق ليس لا في أدبياتنا ولا ببرامجنا أي اعتراف بالكيان الصهيوني، ولن يحصل ذلك على الإطلاق، لأن الجبهة الشعبية يعني تؤكد دائما في كل أدبياتها أن هذا كيان يعني فرض علينا فرضا، فرض على منطقتنا فرضا، له مهمات وواجبات متعلقة بمصالح الإمبريالية العالمية وفي مقدمتها المصالح الأمريكية، وهي عبارة عن شرطي، هذا الكيان شرطي ليمنع يعني حركات التحرر العربية وليمنع التطور العربي والتقدم العربي والوحدة العربية إلى آخره، وليوفر يعني المتطلبات الضرورية للإمبريالية العالمية وبشكل خاص النفط وكل الخيرات التي يمكن أن تستفيد منها الرأسمالية العالمية. لذلك نحن نرى أن هذا الهدف الاستراتيجي سيتحقق آجلا أو عاجلا، لأنه لا يمكن أن يستمر هذا الظلم، لا يمكن أن يستمر هذا الاحتلال، لا يمكن أن يستمر هذا الاغتصاب لوطن الغير يعني وهو وطن الفلسطيني. لا، علاقتنا مع محور المقاومة جيدة، لكن بشكل رئيسي يعني علاقتنا مع حماس وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل التي تقاتل العدو الصهيوني في داخل الوطن المحتل علاقة جيدة، ونختلف بعض الأحيان بالمواضيع السياسية، ونختلف بما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر عربي وبشكل خاص يعني سوريا ومصر أيضا. نحن نرفض رفضا قاطعا لحركة حماس أو أي فصيل فلسطيني أن يتدخل في شؤون أي دولة عربية. نحن نريد الدعم والتأييد من الدول العربية والشعب العربي في الأقطار العربية المختلفة، هذا نرفض رفضا قاطعا. وأيضا نرفض التدخل في القضايا يعني قضايا المجتمع، الحريات، التعبير عن الرأي إلى آخره، هذه أيضا نرفض، وهذا تمارس يعني حركة حماس بشكل أو بآخر في بعض الظروف وبعض الأحيان. تحدث عن المجتمع الفلسطيني؟ نعم عن المجتمع، بحكي عن يعني شو النقاط الخلافية قصدي مع حركة حماس. أما فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال فهناك يعني اتفاق كامل على أن البوصلة يجب أن تكون باتجاه فلسطين ولا شيء غير فلسطين، والإمكانيات العسكرية أيضا يجب أن تستخدم ضد العدو الصهيوني وليس ضد أي جهة أخرى، وهذه بالنسبة لنا ثوابت. وأي تنظيم يخطئ بهذا الموضوع يعني يضر بقضيتنا الفلسطينية، ويضر أيضا بتأييد الشعبي لهذا الشعب ولهذه القضية الوطنية. هذا موضوع فيما يتعلق بحركة حماس. لكن فيما يتعلق بحزب الله، علاقتنا مع حزب الله وطيدة جدا، لأنه حزب الله يعتبر أن الهدف الرئيسي هو تحرير فلسطين، والهدف الرئيسي هو المقاومة ضد العدو الصهيوني.
أثبتت التجربة السابقة أنه هكذا يتصرف، وبالتالي يعني لا نتدخل بالشؤون المتعلقة بما يريد من لبنان في الوضع الداخلي، نحن لا نتدخل، ولكن عندنا وجهة نظر أن هذه قوة مقاومة فاعلة ومؤثرة جدا ومنسجمة معنا بالموقف السياسي. حزب الله يتحدث عن التحرير الكامل، لا يتحدث الحقيقة عن أهداف مرحلية، وأيضا لديه إمكانيات والتجربة دللت أنه يمنع العدو على الأقل في أي هجوم من تحقيق أهدافه، ويوجه له ضربات تؤثر يعني على هذا التجمع الصهيوني في وطننا فلسطين وعلى المستوطنات إلى آخره. أما فيما يتعلق بسوريا وإيران، نحن نعتبر أن دول من الدولتين الرسميتين اللي ضمن محور المقاومة، وقدموا يعني سواء لنا أو لغيرنا، لكن قدموا لغيرنا كثير من الإمكانيات التسليحية والإمكانيات المالية إلى آخره، وبشكل خاص يعني لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وربما في هناك لجان شعبية أو لجان يعني في داخل الأرض المحتلة يقدم لها، ونحن نعتبر حنا جزء من هذا المحور، ونرى أن هذا المحور يجب أن يحصل فيه يعني تطوير وعمل يعني مؤسساتي، وأن تتشكل جبهة مقاومة من كل هذه القوى، وأن تحتضن هذه الجبهة مقاتلين عرب، مقاتلين أجانب إلى آخره، إذا أمكن أن يتواجدوا يعني في الساحات العربية المحيطة بفلسطين كما كان سابقا. يعني سابقا كان عندنا نحن في لبنان وقبلها بالأردن كان عندنا أصدقاء يعني من بلدان أجنبية، وكان من البلدان العربية، وبشكل خاص كان من تونس. مع الأسف الشديد أنه الآن من تونس صار في قسم كبير مع داعش يروح، لكن بالبداية كان عدد كبير من التوانسي يعني يقاتلوا إلى جانب الثورة الفلسطينية، ونحن من الفصائل اللي كان عندنا أعداد كبيرة يعني من تونس، وكانوا مقاتلين الحقيقة جيدين، وفي قسم منهم استشهد يعني بصفوف الجبهة الشعبية وهم أعضاء في الجبهة الشعبية، وهذا ينطبق أيضا على الفصائل الأخرى. في فصائل أخرى كان فيها عدد، إحنا كان عندنا يعني مقاتلين من سوريا، قاتلين من الأردن، من الجزائر، من تونس، من اليمن، من كل الأقطار العربية تقريبا، ولكن مع الأسف الشديد أنه الآن فيش حاضنة حتى هؤلاء الناس يتواجدوا. أنا أعتقد أنهم لازالوا موجودين وفي إمكانية أن يقاتلوا يعني معنا لو وجدت الساحة القريبة من يعني فلسطين اللي ممكن أن يعني يقوموا بعملهم العسكري ضد الكيان الصهيوني، لأنه غالبية أبناء شعبنا العربي يعتبروا أنه هذا هو العدو الرئيسي للأمة، كل الأمة. يعني احنا بالاول كان هذا رأينا، انه لازم تفتح يعني جبهة الجولان لكل المقاومة، لكن نحن نرى انه بالبداية الان يجب ان يكون هناك يعني قوة مقاومة سورية، لابد، لانه يجب ان تتشكل يعني وحدات مقاومة سورية، وأن تفتح هذه الجبهة فعلا للمقاومة المشتركة فلسطينية سورية لبنانية إلى آخره. نحن يعني تابعنا هذا الموضوع لكن لم نأخذ أجوبة منه. بالفترة الأخيرة هناك حديث عن إمكانية فتح هذه الجبهة، لكن لغاية الآن فيش ترجمات عملية. أما نحن إذا دعينا الحقيقة للقيام بعمل مقاومة من جبهة الجولان ومعنا الفصائل الأخرى ببرنامج محدد وبإمكانيات محددة إلى آخره، لن نوفر جهدا، لأنه أي جبهة بتفتح لنا لنقاتل هذا العدو، ولكن يعني بقرار من قوى المقاومة وبدعم من محور المقاومة، ونريدها فعلا أن تفتح أيضا في لبنان. هي في لبنان الآن يعني حزب الله يقوم بهذه المهمة، لكن نحن نريد أيضا أن تكون فصائل المقاومة ضمن يعني قوات حزب الله، بس يكون كمان الفلسطينيين اللاجئين في الخارج يعني يشاركوا بالعمل العسكري من هذه الجبهات ضد العدو الصهيوني، وأن تكون المهمة هي القتال ضد العدو الصهيوني. ما الذي يمنع ذلك؟ علاقتكم جيدة بحزب الله، لماذا لا تصلون إلى اتفاق معه في هذا الشأن؟
حزب الله عنده يعني برنامج سياسي على الأقل لغاية الآن هو ماخذ يعني بالتكتيك الدفاعي وليس الهجومي. يعني هو المقاومة دائما بتكون هجومية ليس دفاعية. وحزب الله تشكل يعني تركيبة معينة اعتمد فيها على إمكانيات ثقيلة وأسلحة ثقيلة والآخره، والتوقيتات بالنسبة للمعارك التي يخوضها لا زال القرار عند حزب الله، يعني ما حدش بشاركه فيه يعني فيما يتعلق به. لكن نحن إذا تواجدنا في أي مكان في لبنان أو غيره نفهم المقاومة القيام بعمل استنزاف دائم يعني للعدو بعمل عسكري مستمر ويومي وإلى آخره. حزب الله لا زال لا يعني لا يعتمد هذا الفهم اللي هو فهم يعني حرب العصابات، فهم المقاومة المستمرة، المجموعات الصغيرة التي توقع خسائر في صفوف العدو إلى آخره. فعمل ما يشبه يعني توازن الرعب أو توازن القوة، يعني هو إذا فتحت عليه النار هو يستطيع أن يرد بقوة ويؤثر طبعا، لكن نحن نرى أنه يجب أن تكون المعركة مفتوحة وبشكل دائم في كل الجبهات إذا أمكن. وأنا في رأيي أنه هذا مستقبلا سيحصل سواء في لبنان أو بسوريا وربما بأقطار عربية أخرى، إلا نوصل لحد أنه كل الجبهات تفتح، لأنه هذا العدو هو عدو لكل هذه الدول. وأنا أعتقد أنه هذا هو الخيار السليم الذي من خلاله يمكن أن نضغط على العدو ونفرض عليه أن يسلم بحقوقنا، ويترافق هذا العمل العسكري وهذه الطريقة بالعمل والمقاومة والنضال ضد الاحتلال بعمل شعبي يعبر عنه بانتفاضة شعبية، ولكن ليس انتفاضة شعبية بالضرورة كما حصل بالفترات السابقة، انتفاضة شعبية متطورة باستمرار، حراك شعبي متطور باستمرار بالأساليب المختلفة مترافق مع العمل العسكري. ولكن يجب أن لا نترك للعدو فرصة أن يستمر في إجراءاته وفي جرائمه وفي احتلاله إلى آخره بدون أن يكون هناك حراك شعبي شامل في كل الأرض يعني الفلسطينية المحتلة. يعني ما في شك أنه أي دعم عبر أي أسلوب من الأساليب من قبل يعني شعوب العالم هذا أمر مفيد جدا، لأنه عمليات التضليل من الإعلام الصهيوني والأمريكي وإلى آخره جعلت كثير من يعني أبناء الشعوب الغربية بشكل خاص مضللين، ويعتقدوا أن إسرائيل هي المعتدى عليها وهي التي تدفع يعني أثمان اعتداءات فلسطينية وما يسموه بالإرهاب الفلسطيني إلى آخره. لكن في تقصير حقيقة نحن نتحمل مسؤوليته، خاصة يعني منظمة التحرير، كذلك يعني حركة حماس اللي هي خارج يعني منظمة التحرير تتحمل مسؤولية بإدارة يعني الجانب المعنوي الإعلامي السياسي، توضيح المسائل التي تحتاج إلى توضيح، وهناك قضايا بسيطة تحتاج إلى توضيح، لكن يعني سفارات منظمة التحرير وأطر منظمة التحرير كذلك يعني مؤيدين حماس إلى آخره ما عم بيقوموا بهذه المهمة. ونحن أيضا نقصر كجبهة شعبية، المفروض كنا نضع جهدنا باتجاه توضيح يعني الأمور بالكامل للرأي العام العالمي اللي ممكن أن يشكل ضغط يعني في كل قطر في كل بلد من البلدان على يعني الحكومات. لحد الآن المقاطعة يعني عملت نقلة أخيرة يعني جيدة، لكن نحن بنركز الآن أنه كمان يجب أن نعلق الجرس نحن، يعني لابد أن يكون هناك مقاطعة في داخل الوطن المحتل، مقاطعة للبضائع الإسرائيلية، مقاطعة للمصالح الإسرائيلية، مقاطعة للمواصلات الإسرائيلية، مقاطعة لكل شيء يعني يأتي من إسرائيل، ونستبدله بنجيب شيء يعني محلي، صناعة محلية أو من الأردن أو من مصر أو من أي مكان آخر، ولا نعتمد على السلع يعني خاصة الإسرائيلية. ويكاد يكون كل شيء الآن يعني يستورد من الكيان الصهيوني، والكهرباء من هناك والنفط من هناك وكل شيء، وإذن هذا احتلال مربح.
من يريد أن يحرر الوطن يجب أن يجعل الاحتلال أولا خاسرا، يدفع دم ويدفع قتلى وأيضا مال. هكذا يصبح الاحتلال يعني خاسر، ويبدأ يفكر الاحتلال بحلول بنوع آخر مختلف، ويبدأ يسلم بحقوق هذا الشعب المظلوم والمضطهد والمقهور إلى آخره. لذلك نحن لما قلت أنا كنا ولازلنا ضد التنسيق الأمني، وأنا أقول الآن أننا ضد أن نسمح للعدو على الإطلاق أن يستفيد من إمكانياتنا، من أموالنا، من اقتصادنا إلى آخره. يجب أن نقاطع أولا نحن كفلسطينيين في كل مكان أينما تواجدنا، ونبدأ بشكل خاص يعني في داخل الوطن المحتل، ثم بعد ذلك نطالب الآخرين أن يتضامنوا معنا وأن يساندونا في هذه الخطوة. وهناك ما في شك يعني بوادر جيدة عم تصير بأوروبا، عم تصير بأماكن أخرى في العالم، لكنها لا زالت يعني أقل من ما نطمح له. وبالتالي أنا برجح أنه هاي بتتطور بشكل تدريجي، لأنه هي بالأخير يعني عملية مسيسة، يعني هذا أمر له علاقة بالاقتصاد، بالتالي يخدم يعني التوجهات والخطط والبرامج السياسية التي يعني تؤمن بها الجبهة الشعبية وتؤمن بها كافة فصائل يعني المقاومة الفلسطينية. نحن يعني ضد أي تطبيع من أي نوع كان، ولذلك عندما قلنا نحن ضد المفاوضات وضد التنسيق الأمني، ما هي لها علاقة بالتطبيع. احنا الجبهة الشعبية مع المقاطعة على مختلف الصعد وفي كافة المجالات. ونحن ايضا كما ذكرت انا في قبل قليل قلت نحن ضد اتفاقات أوسلو، اذا نحن ضد اي علاقة مع الكيان، واليوم ندعو لقطع اي علاقة من اي نوع كان. هكذا نحن نرى الامور كجبهة شعبية. هلا في حسابات اخرى عند بعض القوى وبعض الفصائل، في اتفاقات دوليه حصلت برعايه امريكيه او غيرها، وفي اتفاقات حصلت ايضا بمساهمه من النظام العربي الرسمي الى اخره، نحن كلها رفضناها من اتفاقات يعني اوسلو الى كذا. ثم نحن رفضنا اتفاقات كامب ديفيد، رفضنا اتفاقات وادي عربه. هذا نحن منسجمين مع نفسنا، يعني انه هذا عدو لا يمكن ان يتم التفاوض معه، ولا يمكن أن نقدم له أي تنازل على الإطلاق مهما كانت المبررات مهما كانت الأسباب، لأنه هذا وطننا يجب أن يعني نستعيده بالأساليب المختلفة. لذلك يعني ممكن يعني أن يشير البعض لهذا، ولكن في نفس الوقت يجب أن يمارس الأحزاب وبعض القوى وكذا قناعاتهم أيضا. يعني في أحزاب وقوى عندها موقف من هذا الكيان الصهيوني وفيها تقاطع يعني بدون ما تلبس يعني تهم أو تعلق على مشجب يعني الفلسطينيين. الفلسطينيين في واقع معين مرفوض، ولكن كمان من يؤيد ويدعم الفلسطينيين ما حد بحط عليه شروط يعني. صحيح، لكن مثلا في البعض في تونس مثلا يعني أحيانا خاصة في قطاع الفنانين وكذا يزورون الضفة الغربية ويقولون انه على اساس نحن نحاول فك العزله عن الفلسطينيين، ومن اجل ذلك يعني مش مشكله انه نتعداو بالحدود وانه ضابط اسرائيلي يعني يعطينا تصريح بالدخول. هل تعتبرون هذا نوع من الزيارات للضفه الغربيه تحديدا نوع من التطبيع الذي ترفضونه ام لا؟ نحن نعتبره نوع من التطبيع وندينه بقوه، ونرفض الحقيقة المساعدة من هذا النوع. هذه مش مساعدة، هذا تطبيع مع العدو. لكن ليست مهمتنا فقط، يعني هي مهمة الأحزاب والقوى في البلدان العربية المختلفة. يعني هون خاضت الأحزاب صراع مع الدولة ومع أحزاب أخرى فيما يتعلق بالنص المتعلق بعدم التطبيع وإلى آخره، وهذا كان أمر يعني نابع من قناعات الأحزاب والقوى وليس يعني فرضا من السلطة الفلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية ما عندها مانع، بالعكس يعني. لكن في قناعات عند الأحزاب وعند الشعب التونسي وإلى آخره أنه نحن عم بنساهم بتكريس هذا الكيان وتكريس الاحتلال، عم نروح بنزوره مش بس الشكل يعني بالمضمون. يعني هو راح يزوره أصلا يعني بس مشان بنختم جوازه أو ما بنختم، مش هذا هو الموضوع، بالمضمون. لأنه أنت تعرف أنه هذا وطن محتل وهذا العدو يسيطر على كل شبر فيه،
وهو المستفيد من كل شيء، مستفيد سياسيا، وهو المستفيد من يعني اطلاع العالم انه نحن شوف كيف بنعامل العرب والى اخره، ثم مستفيد اقتصاديا، ثم مستفيد معنويا، انه يعني في ناس لما بتطبع بهذه الطريقه بتعدش تشعر انه هذا العدو هو عدو، يعني انه ممكن تعايش معه، ممكن تتكيف معه، ممكن كذا، وهي بنروح وبنرجع والى اخره. لذلك نحن ضد الحقيقة هذا التطبيع. كمان الأراضي اللي تسمى بالسلطة الفلسطينية. طبعاً طبعاً طبعاً. وإحنا ضد أصلاً إنه كمان يعني الإسرائيليين يزوروا القاهرة ولا يزوروا تونس ولا يزوروا المغرب ولا يزوروا الأردن. نحن ضد. وهذا التطبيع كمان. لماذا تفك العزلة عنه؟ فكيت العزلة عنه صار يزور ويتنقل ويتحرك ولا آخره بطيران وغيره، يعني لا بلدان عربية مختلفة. طيب. وفي نفس الوقت بدك تفك عنه العزلة. إنه تصير تروح كمان أنت لعنده. نحن وطننا محتل، مش نحن اللي عمالنا نتحكم لا بالمعابر ولا بالحياة. لما يدخل هذا الإنسان سواء رايح المسجد الأقصى ولا رايح حرم الله ولا رايح القدس ولا إلى آخره، كل هذا بالنسبة لنا الحقيقة مدان. وأي تشريع باتجاه إنه يعني يعني باتجاه التطبيع نحن ضده. وأهم نموذج كان يعني البابا شنودة اللي منع كل الأقباط من إنهم يطبعوا مع العدو الآخري، مش فقط يعني عن شيء يعني مش مدروس جيدا، هذا مدروس جيدا من قبله، وبالتالي مثل حالة رائعة وكسب من خلالها شعبية يعني في مصر وشعبية الحقيقة في فلسطين، إنه هذا لا يمكن أن يساوم هذا العدو ولا يعني يقبل بزيارة وطن محتل لفلسطين. الآن نحن نرى أن هناك يعني فرق بين الحقيقة غزة والضفة. غزة من خلال معبر رفح نحن نرى أنه هذا معبر فلسطيني مصري، اللي بيروح على غزة أمر طبيعي، إذا فتح هذا المعبر إلى آخره بيروح عن طريق المصريين وبمر على الفلسطينيين، هذا معقول يعني. لكن غير هيك أي شيء من خلال معابر إسرائيلية إلى آخره نحن نعتبره تطبيع، وبصراحة شديدة مضر بالقضية الوطنية، لأنه كمان يؤثر على النفسية لدى هذا المواطن العربي اللي بدأ يعتبرها قضية يعني مثلا طبيعية. هذا أمر خطير إذا صار المواطن، ويعود بعضهم لينشر أنه قد دخل وكذا وكذا تحت عباءة أننا رحنا لنساعد فلسطينيين. لا، هذا مش مساعدة للفلسطينيين.